السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد. نشارك معكم الطاوله ديالنا ديال اليوم. اليوم درنا فطور عادي، درنا واحد التحليه رائعه بالفواكه، موس ديال الفريز، وزيناها بالفريز والبنان والبلوبيري من الفوق، ودرنا دي بتيت كيش بالسبانخ والبروكولي والشيفلور. بغيتو تعرفوا كيفاش وجدنا الفطور ديالنا؟ يلا هو معايا. اليوم البنات تقدم لنا شي شوية، خاصني شي حويجة في الدار. دابا غادي نشوف الدنيا كي دايرة. راه عرفتو شي 15 يوم ما خرجت من الدار. ولكن دابا راه دايرين شادين، ها انتما دايرين الباب هنايا، دايرين الباب هنا باش ما يدخل حتى شي حد. هي هذا مثلا انتما تعرفتوا على الحانوت، راه جايه في لاباس. نصورها هاي كارنيسيريا تكنيك، هي كتصفر. واخا سمحوا لنا نخرجوا مع الدراري، البارح خرجت البنيتة ديالي، خرجت مع باباها وخرجت انا عاوتاني معاها في العشية، درنا لا مارش. دابا كل نهار مسموح لهم يخرجوا من الصباح حتى العشية، ولكن ساعة المكانة ما يدوزوهاش، ويخرجوا اكومبانيا اما مع الاب او لا مع الام، وما يلعبوش في لي باركي ولا في طوبوغانيس، ما يلعبوش. المهم يتمشاو وياخذوا الفيتامين دي، ياخذوا الشميشه. هذه الحانوت هذه هنا كنت كتقطع شحال هذه البرودوي ديال المكياج ولا الشامبوان الريكي، معروفه عندنا الشوارع راه غير اللي غادي للمسائل ديالو. لم أجد يا بنات، دونك اون ني بو با فيغ. ديما تشد الحك، ها هي البنيتات من هنا كناخذها. دونك البنات المقادير اللي غادي نحتاجو، اول حاجه هي هاد الماسه، هاد العجينه اللي مشيت كنقلب عليهم ما لقيتهمش. نحتاج هاد العجينه ديال ماسا كبرادا، هادي اللي كنديروا بها لي كيش. بغيتو ديروا العجينه في الدار ديروها، انا اليوم خرجت للزنقه ما عنديش الوقت، غادي ندير هادو. زيدون كتجي بها رائعه البنات، هادي كيجيو فيها جوج ديال الباكيات، يعني جوج ديال العجينات، ها هما
ديري بها ليكيش. غادي نحتاجو يمكن لكم ديروهم هنا، انا غادي ندير هنايا في هالبوليساج وغادي ندير هنايا، كنعطيكم افكار نديرهم هنايا حتى هنا باش يجيو بحال دي تارتوليت داكشي اللي بغيت هنايا. والحشوه غادي نعمرها هنا، درت نص طيبه البروكولي والشيفلو، درت لهم نص طيبه، ولي زابينال شحرتهم مع فلفله حمراء فلفله وبصيله وفلفله خضراء صغيرين مقطعين صغيرين وتويمه وقزبر ومعدنوس، درت لهم شويه ديال الحاره، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون وزويته بلديه، شحرتهم مزيان. هادو كنشريهم انا كونجولي وكنشحرهم، راه رائعين لي زابينال البنات، السبانخ بالعربيه. هنا عندي واحد جهد هكذا جوج ثلاثة المعالق ديال الزيتون الا ما بغيتوش بلاش، وكانت عندي هنايا فلفله حاره مصيره قطعتها صغيره صغيره. غادي نحتاج الناطه ديال الطياب، غادي نخلطها مع هاد لاكريم فريش اللي شريت ديك المره وريتها لكم في التقديه. واهم حاجه هي لي فروماج كواترو كيسوس وموزاريلا. انا ما غاديش ندير في لاباراي البيض، لان الزوج ديالي نباتي ما كياكلش البيض، دونك كنديروها حنا دائما غير بالفرماج والناطا. نحلها معاكم، هانتوما الباكية كتجي هكا، كيجي فيها كاغي تاع مية الفرا، وكيجيو جوج حشوات هنايا. غادي نبدا اللوبة الأولى، الأول غادي نبداو الحشوة ديالنا ديال وحدة، دغيا كتديرا هنا. حنا الكيش كنديروه طورطيه وحده، حنا كيما كاين عدس ونسيت ما قلت لكم الزيت ديال الدهن. غادي نقطعها كنشوف، جو بونس غادي نزيد هذا. واش كتشوفوا البنات ولا لا؟ ثم تجي على هذا الشكل. نطلعوها هكا بشويه بشويه، صافي غادي نستمر على هذا الشكل حتى تنسالي كلشي لي طارتوليت ديالي، تنسالي العجينه. هكا تعطينا الطول ساهله البنات، كيجيو مملحات رائعين دابا في رمضان، ما كنقطعش
حبيتوش ناكلو بزاف الماكله، هذه خفيفه نعمروها بالحشوات اللي بغينا بطبيعه الحال. نستمر هكا البنات تنسالي صافي البنات. غادي نخلط شويه ديال الماطه غادي نخلطها حتى مع هذه. هذه زوينه فريسكا زوينه البنات. غادي نستعملها كامله. بحال الفرماج بحال ديما شويه البزار شويه المليحه غادي ندير شويه ديال الثومه يابسه والبصله يابسه نحاول نمزجهم غير بشي غير بلاتي مغذيه وصحيه اللي ما كيقدش على الطاجين واللي ما كيقدش على المرقه واللي ما كيقدش ياكل بحال هذا الشكل ديال الماكله مع اتاي كتجي غزاله. غادي نهز واحد المعلقه باش نبدا نهز غادي نمسح من هنايا غادي نخلط 4 كاسوس البنات مع الموتزاريلا على بركة الله. ها انتوما كيما غادي ندير بهذه الطريقة
غادي نوجد هنعدل هنايا باش يبان لكم مزيان. صافي البنات ها انا خلطت هنايا لي زيبينار مع البروكولي. دابا غادي نبدا نعمر هنايا في عندي شويه د الفرماج راه درتو البنات هانتوما، درت الفرماج هنايا في التحت الفرماج كيعطيه بنه رائعه للخضار ديالنا كيف ما كانت الخضار ديالنا. صدقوني راه كتجي غزاله هاد الحشوه وصحيه وليداتكم الا ما كياكلوش الخضار هذه هي الفرصه. انا بنتي فاش كنكموفلي هاد الخضار في المسائل كتاكلهم في الحشوات في المسمن في لي سوشون كتاكلهم. الزبينار راه صحيين بزاف الناس اللي فيهم فقر الدم، الناس اللي ضعافين، الناس اللي كدير الرياضه. الزبينار عامرين بروتين، اللي قلتها لكم ديك المره راه فيهم المعادن ومزيانين الناس ديابيتيك حتى هما. عفوا نسيت الزيتون. جوج حبيبات فوق اي وحده صافي. غادي نغطي بها هادي غادي نديروهم في الفران من الفوق ومن التحت درجه 180 يتحمروا ويطيب لنا العجين. بغيت نوريكم معفاش كتشوفوا ولا لا البنات، هي افكار كلشي تبارك الله راه كيعرف كلشي كيعرف يدير الشهيوات، حنا غير كنشاركوا بعضياتنا الافكار. صافي دابا غادي ندير عاوتاني شويه الفرماج من الفوق باش يعطيه داك المذاق. هنا غادي ندير واحد شي وحدين غادي ندير فيهم حبيبات الحاره انا بنتي ما غادي يجيو بحال كوب كيك. نضمهم في الطبيلة ديالنا مسخونين غادي نديرهم في الفران. غادي نعمر معاكم وحدة من هادو
صافي غادي نديرهم في الفرانه البنات ومن بعد نوريكم كيف جاوا. صافي البنات ها هما طابوا، من جبدهم دابا من نديرهم في طبق التقديم، ودابا دوزوا معايا للتحليه ديالنا ديال اليوم. دونك البنات للتحليه ديالنا بكل بساطه غادي نحتاجوا العجينه ديال اوخالدري هذه كيديروها للطرطات، غادي نحتاج الناطه اللي كيده، غادي نحتاج الفروماج، غادي نحتاج ستيفيا، شويه د الفانيليا، واللي التزيين غادي نحتاجوا الفواكه لي فريز، واحد البنانة وبلو بيري. دابا البنات العجينه غادي نديرها في هذا القالب ديال الزاج باش نديروها في الفران. البنات نسيت ما وريتكم، غادي نطحن شويه ديال الفريز كونجولي هو اللي غادي نضرب مع الناطه، نسيت ما قلتها لكم قبل. غادي نطحنو هنا في لامونيونيت، هاد الاخرى تسالات ليا. غادي ندير جوج معالق ديال ستيفيا، غادي ندير شويه ديال لافاني اللافانيا، صافي غادي نطحن هنايا وهانتوما معايا. هانتوما البنات في دقائق كيولي مطحون كامل، وكنستافدوا من داك الثلج لان داك البروده ديال الثلج دغيا كتمونطي لنا الناطه. ندير السيترون كامل لان يعني غادي نعمر به لاطاحت ديالنا، و جو بونس غادي نزيد واحد معلقه ديال ستيفيا. صافي غادي نمونطي الناطه، فاش تمونطى الناطه تكون علين تمونطى غادي نزيد علين النص الباكيه ديال هذا الفرن. غادي نديرها تبرد حتى طيب لنا لاباط، ونعدلو لاطاحت ديالنا. هاد الفرماج مع الناطه فاش كيطلع البنات راه غير كديروه في الثلاجه كيقصح، ما كيبقاش هكا. صافي غادي نديرو في الثلاجه من بعد ونوري. صافي البنات ها هي من بعد ما طابت راه مقير مشى، كتجي غزاله كتجي فنه 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 فنه. ها الحميصات اللي درنا تحقلناهم هنا حنا حيدناهم هنا حتى يبردو ورجعو لبلاصتهم. صافي دابا غادي ندير هاد
النقطه اللي طلعت هنا نزوقوها. تحلية زوينة للسحور مور العشاء، المهم كيما حبيتو ديروها. حنايا باش هذه طريقة باش ناكلو الفواكه حتى حنايا. غطيتو باش ما يكحلش. بغيتو تزوقوه تزوقوه، انا كنديرها بطريقه عشوائيه. شاركت معكم هاد الجهه البنه لان بنتي اللي غادي تاكل من تما هي وزوج ديالي. دونك غادي نزيد من هنا. ما كيعجبني الفريز، ما عرفوش حتى نتوما هكا كيحمقني الفريز. غادي نديرو بلو بيري من هنا. صافي الصوربة ديالنا راها كتسخن، من بعد نوريكم الطاولة ديالنا. صافي البنات وخليوها على هادشي، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا نديروها في الثلاجة تبرد. وهذا البنات الفيديو جا على النهاية ديالو. كنبغي نشكر المنخرطين في القناة ديالنا القدامين الجداد، كنشكروهم جزيل الشكر. شكرا على المشاهدة والمتابعة، وما تنساوش اللايكات ولي كومونتير على الرحب والسع. وهو هذا، نخليكم في امان الله. رمضان كريم، الله يتقبل منا ان شاء الله، ومع السلامة. Thank you.